نادي الزمالك بيواصل سلسلة انتصاراته، بيوصل للنقطة 10 بعد الفوز على انبي 2-1 في مباراة مثيرة على كافة الأوجه، خصوصا طبعا أكيد جزء التحكيمي، أكيد عشان اللعبة بتاعت كريم فؤاد خدت مساحة كبيرة جدا جدا جدا، إنها واحدة من أغرب بصراحة اللعبات اللي أنا شفتها في دوري من ساعة دخول الفار. طبعا أنا هنا ما بتكلمش على الحالة التحكيمية، لكن أكيد الكرة دي كانت مؤثرة في المباراة. لكن بعيدا عن ركلة جزاء نادي انبي الصحيحة اللي ما اتحسبتش، نادي الزمالك قدر يخرج بالثلاث نقاط بنفس الأسلوب اللي كنت بتكلم فيه في المباريات الأخيرة. نادي الزمالك بيقدر يلعب على الأد زي ما شفنا قدام سموحة، فريق في أول مباراة بينزل بكامل قوته وبكامل عنفوانه وبكامل لياقته، بيخلص اللي هو عايزه في البداية ويتقدم في النتيجة، بعد كده يبدأ الفريق يتراجع ويحافظ على التقدم. وده النهاردة اللي شفناه قدام نادي انبي اللي تفوق على نادي الزمالك في الاستحواذ. تخيلوا نادي انبي، نادي انبي اللي ما عندوش امكانيات فنية كبيرة من اللاعبين مقارنة طبعا بلعيبة نادي الزمالك، حتى في غياب فرجاني ساسي وطارق حامد طبعا اللي شارك كبديل في الربع ساعة الأخيرة بكام من البداية. يعني نادي انبي تفوق في الاستحواذ على نادي الزمالك 52% ل 48%، ده رقم خطير جدا جدا جدا، يوضح لنا ان نادي الزمالك بيلعب زي ما قلت لكم ماتش سموحة، بروح اجيب الجون وارجع، بروح اجيب الجون وارجع. وده اسلوب ربما الانديه اللي بتواجهك هتحفظه، هتعرف بعد كده ان انت بتلعب الاسلوب ده. فتاني مهم جدا على باتشيكو انه لازم يغير الاسلوب ده، لانه اسلوب لا يناسب الفرق اللي بتنافس على بطولات. اكيد طب حقق الهدف ومبسوط بالمكسب، لكن على اللونج ران ممكن تدفع ثمن ده غالي. كابتن حلمي طلان النهارده قدر بكل تاكيد ياخد نص الملعب من نادي الزمالك، اكيد نادي الزمالك تاثر بغياب طارق حامد وفرجاني ساسي من البدايه، صعب جدا تلعب مباراه وانت خسران الاثنين الارتكاز بتوعك الاساسيين، رؤى وامام عاشور بيكملوا للمباراه الثانيه على التوالي، الثنائيه اللي شفناها قدام سموحه بتكمل للماتش الثاني على التوالي وبتحاول تقدم ما يمكن تقديمه، لكن طبعا اكيد بتخسر كل المواجهات الثنائيه. وكمان التكتل اللي بيعمله عمله نادي انبي خلاهم ياخدوا الكره الثانيه في اوقات كتير. اللي انا فوجئت بيه ان الكابتن حلمي طولان من الدقيقه الاولى كان بيضغط على نادي الزمالك من نص ملعبه، يعني ربما نظن ان الكابتن حلمي طولان من البدايه ممكن يلعب، يعني يسيب نادي الزمالك فرصه ان هم يخرجوا بالكوره ويلعب بالشكل المعتاد من كافه الانديه المتوسطه في مصر انها تلعب بالاسلوب ده. لكن فوجئنا بان الكابتن حلمي طولان من البدايه طلب من لعيبته اضغطوا، اضغط على نادي الزمالك بطول الملعب ويلعب بهاي لاين ديفنس، مقدم الدفاع بتاعه جدا ونجح في الخطه. عشان نكون صراحاء جدا بعيدا عن النتيجه، تاكتيك الكابتن حلمي طولان نجح. ليه؟ خلى الاستحواذ خلاص. امتى نحكم؟ انت النهارده لعبت هاي لاين ديفنس، بتلعب بضغط طول الملعب، عايز تحرم نادي الزمالك من الاستحواذ، فعلا انت نجحت في هذا الامر. النتيجه طبعا بيبقى امر اخر بتدخل فيه عوامل اخرى. نادي انبي قدر من البدايه انه يضغط نادي الزمالك وكان بيستخلص الكوره من نص الملعب. انا قلت ان رؤى وامام عاشور عندهم يعني كل واحد عنده مشكله مختلفه عن التاني. رؤى عنده مشكله واضحه جدا لما منافس بيضغط عليه، بيرتبك بشده وبيخسر كرات كتير قوي. امام عاشور لاعب متهور جدا جدا جدا، طبعا عنده باور جامد جدا وعنده يعني لياقه وعنده روح وعنده حماس، انما بتقلب بخطوره على فرقتك بالتهور اللي بتعمله. شفناها طبعا في كوره كريم فؤاد اللي كانت فيها ركله جزاء ما اتحسبتش، التهور ده اكيد ممكن يضر فريقك. وطبعا هو الراجل ما بيلعبش في مركزه، ولكن طالما ان انت بتتوظف في الحته دي فحاول ان انت تبقى اهدى من كده بكتير، لان واضح جدا المباراه الثانيه على التوالي المنافس اللي بيلعب ضد نادي الزمالك بيقدر ياخد منه الاستحواذ وبيقدر ياخد منه منطقه نص الملعب، اعتماد طبعا نادي الزمالك زي ما قلت ان هو كان طبعا هدف بن شرقي المبكر ادى اريحيه كبيره للفرق. ولكن نادي الزمالك برضو في الشكل الهجومي واصل الاعتماد على الكرات الطوليه او الهجمات المرتده السريعه، ربما عمر السعيد كراس حربه ما قدرش يقدم الشكل بصراحه، يعني صعب جدا ان انا اقارن عمر السعيد بمصطفى محمد، امر فجوه شاسعه كبيره انك تشوف مصطفى محمد في مركز راس الحربه وشوف عمر السعيد، الموضوع
الى حد ما يعني بعيد شويه لمهارات اللعيبه الفرديه اكيد مختلفه من ده لده. وعمر السعيد لحد ما بيحاول يقلل الاحساس عند جمهور نادي الزمالك ومنظومه نادي الزمالك بغياب مصطفى محمد، لكن الامر صعب. وعمر السعيد كمان الفتره اللي قعدها كتير جدا ما بيلعبش، يعني في بدايه عمر السعيد مع نادي الزمالك كان ممتاز جدا، كان مميز وكان مستوى طالع، انما جت الفتره طبعا اللي قعد فيها على دكه البدلاء او اللي بعد فيها تماما عن التشكيل لما رجع كاسونجو اكيد اثرت عليه، وده باين في الفتره الاخيره. كابتن حامد طولان زي ما قلت ضغط نادي الزمالك طبعا بعد الهدف المبكر، بدا لعيبه النادي انبي يلعبوا ويضغطوا نادي الزمالك عشان يقدروا يرجعوا في نتيجه، وقدروا فعلا يخترقوا الجبهه اليمنى من عند المسلوسي. كلنا طبعا اكيد كنا منتظرين نتفرج على المسلوسي الظهير التونسي اللي نادي الزمالك جابه عشان يبدا مع الموسم ده. مفيش اي حكم على الراجل من النهارده عشان نكون صراحه مع بعض، ما ينفعش نحكم عليه. ليه؟ اول حاجه طبعا هو واضح جدا انه زايد في الوزن، زايد جدا 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 في الوزن وحركته فيها مشكله، وبالتالي شفنا نادي انبي عمل مثلثات على الجبهه دي وقدر يوصل في الشوط الاول في 3 أو 4 هجمات من المنطقه دي. الكره وسط كريم فؤاد، قدر ان هو لعيب مميز جدا على فكره، قدر ان هو يوصل بالكوره لغايه هنا. تخيل نادي انبي عمل مثلثات وعمل وندوهات وصلت لعيبته 3 مرات في الحته دي بدون اي رقابه، لكن المشكله على نادي انبي كان في الفينش، نادي انبي ما كانش قادر يلعب الكره العرضيه بشكل مميز لان اللعيبه كلها كانت اللي بتتقدم بتندفع لداخل منطقه الجزاء، ما كانش حد بيستنى الكره على مشارف منطقه الجزاء. اللعبه الشهيره اللي كانت ما بين سيد معوض ومحمد بركات في الجيل الذهبي للنادي الاسماعيلي مع الكابتن محسن صالح في 2001 2002، فنادي انبي كان دايما بيلعب الكره عرضيه وخلاص لاي حد يقابلها ويلطشها، لا ده طبعا مش ممكن تيجي، لكن في اوقات كتيره ما بتجيش وده فعلا حصل، ولكن نادي انبي نجح ان هو يخترق الحته دي. النقطه اللي قفلت نادي الزمالك في الشوط الاول بقى في وجهه نظري توقيت الهدف الثاني اللي جه في الدقيقه 45. انت جبت جون في الدقيقه 3 ركله جزاء، ركله جزاء صحيح، قعدت من الدقيقه 3 للدقيقه 45 مفيش اي خطوره على مرمى محمود جاد، كلها مجرد بس محاولات كده من الحين للاخر لهجمه مرتده، لكن ما كانش فيه الخطوره الواضحه. انما شفنا في الدقيقه 45 الفريق بيقدر يجيب الهدف التاني، وكان في فرصه قبلها لعمر السعيد برضو عشان دي برضو خدت حقها اللي بالهيد اللي حطها بجوار المرمى، هي شبيهه بكره هدف اوباما التاني، بس توقيت الهدف هو المهم، انك بتخش الاستراحة وانت مش متقدم بهدف واحد بس، لا متقدم بهدفين، فبتزيد من الضغط على نادي انبي اللي كمان كان متوتر بسبب ركلة الجزاء ما اتحسبتش، كان واضح جدا جدا التوتر على الجهاز الفني اللي كان واضح ان حد بلغهم من بره ان الكرة كانت ركلة الجزاء. شفنا الاعتراضات، الناس كلها بتطالب ليه الحكم ما رجعش للفار في اللعبة. الضغط العصبي ده تواصل في الشوط الثاني، ولكن نادي الزمالك زي ما قلت بيرجع للدفاع وخلاص. الشوط الثاني انا متقدم 2-0 مش محتاج ان انا اعمل اي مجهود. نادي انبي بدا يضغط 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 وبدا يعتمد على الكرات العرضيه لاكبر عدد من اللاعبين. شفنا رامي صبري كان بيتقدم كتير جدا لداخل منطقه الجزاء عشان يساهم في الكرات العرضيه بفايده طول، وبالفعل نجح رامي صبري ان هو يجيب يقلص الفارق من كره عرضيه، تكتيك معروف ومشهور لما انت بتتزنق في الوقت تلجا للكرات العرضيه لاكبر عدد من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، واستمر نادي انبي في هذا المنوال. طبعا باتشيكو اكيد تغييراته في الدقايق الاخيره كانت واضحه جدا جدا ان هو عايز يامن منطقه نص الملعب، ولكن الحته دي كانت يعني فرق قوي كتير. ليه؟ نادي انبي يعني اذا افترضنا الشوط الثاني بنلعب على الجبهه دي، نادي انبي كان بيلعب الكرات الطوليه اول ما اللعيبه بتعدي نص ملعب، لعيبه نادي الزمالك كلها كانت متراجعه تماما ونادي انبي كله طاير لقدام، اول ما لعيب نادي انبي كان بياخد الكوره ويعدي بيها نص الملعب على طول بيلعب الكوره الطوليه داخل منطقه الجزاء، فالمساله كانت مساله صراع على الكوره الطوليه او العرضيه داخل منطقه الجزاء، مفيش صراع في نص الملعب، الموضوع كان خلاص الدقائق بتخلص، نادي انبي بيحاول يلطش كوره، نادي الزمالك بيحاول يحافظ على التقدم بفارق هدف انه ياخد فاولات او يطول من مساله استحواذه على الكوره لما بيستخلص الكوره من نادي انبي، ومشت المباراه بهذا الشكل لغايه لما الحكم صفر نهايه المباراه وفوز نادي الزمالك. اكيد انتصار مهم جدا، 3 نقاط مهمه جدا جدا نادي الزمالك، ولكن تبقى علامات الاستفهام في حته ان نادي الزمالك بيلعب اللعب الاستهلاكي، اللعب الاستهلاكي ده ربما على المدى الطويل ما يفيدش الفريق اللي عايز ينافس على
بطولة. ده كان تحليلنا النهاردة لمباراة نادي الزمالك نادي انبي. الف مليون مبروك نادي الزمالك الفوز، هارد لك نادي انبي، لعب مباراة مميزة جدا، وهارد لك كابتن حمد طولان حتى تاكتك ونجح فيه فعلا، ولكن النتيجة ما كانتش في صالحه او على هواه. الاسبوع ده ان شاء الله عندنا تحليل مباراة الاهلي وسون داب في وسط الاسبوع. طبعا نادي الزمالك معلوش ماتش في افريقيا بعد انسحاب فريق غزالة بطل تشاد، وبالتالي نادي الزمالك هنستناه بقى للاسبوع الجاي لما يلعب في دوري. والنص منتصف الاسبوع ده ان شاء الله اشوفكم في تحليل مباراة الاهلي وسون داب، واللي بنسبة كبيرة جدا اكيد هتشهد المباراة الاولى للمهاجم الزامبي وولتر بواليا المنضم حديثا للنادي الاهلي. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.